الان خدينا ان نوتر اكزومبل ديال واحد الماتريس سميتها ا. هاد الماتريس هادي شحال عندها ديال لي لين؟ عندها 3 ديال لي لين ياك 1 2 3. شحال عندها ديال لي كولوم؟ حتى هي 3 1 2 3. دونك ا مالا نقدروا نكتبوا بلي ا مالا ايت اون ماتريس ايت اون ماتريس ياك دوغ. شحال هو لوغ ديالها؟ بطبيعة الحال عندها 3 ديال لي لين و 3 ديال لي كولون دوغ 3 فوا 3 ياك. اي ا كوفيسيون دون ار بطبيعة الحال اي ا كوفيسيون كوفيسيون دون ار. مزيان تخي بيان. الوغ هاد الماتريس هادي شنو نوطيوها؟ هاد لي كوفيسيون هادو اللي كاينين داخل غنسميهم انا ا اي جي. دونك غادي نكتب ا اي جي هادي هي الماتريس ديالي اونتر بارونتيز اي مناش كيتشونجا. شحال عندنا ديال لي لين؟ عندنا 3 يعني اي كيتشونجا من 1 حتى ل 3. شحال عندنا ديال لي كولون؟ 1 2 3 عندنا 3. دونك جي كيتشونجا من 1 حتى ل 3. الوغ بما ان عندي نفس عدد ديال لي لين اللي هو 3 ونفس عدد ديال لي كولون اللي هو 3، الوغ يمكن لي نوطي الماتريس بهذه الطريقه هذه ولا نقدر نوطيها هكا احسن. شوف معايا شنو نكتب ا اي جي افيك غادي ندير اي فاصله جي كومبري اونتر 1 اي 3. انت ملي كتشوف هذه الكتابه هذه شنو المعنى ديالها؟ سا فو دير اي كومبري ما بين 1 و 3 يعني عندك 3 ديال لي لين و جي كومبري ما بين 1 و 3 سا فو دير عندك 3 ديال لي كولون 3 ديال لي لين و 3 ديال لي كولون. الوغ اوليو باش انك دير لا ماتريس تكتبها بهاد لا ميثود فتكتبها بهاد لا ميثود هذه. ولكن هادشي فوقاش إذا كان عندك نفس عدد ديال لي لين ونفس عدد ديال لي كولون. مزيان الوغ في هاد الحالة هادي ولا في هاد لوكا فهاد الماتريس هادي كتسمى اون ماتريس كاري. شنو كنسميوها؟ اون ماتريس كاري. إذا شنو غادي نكتبو دابا؟ دونك هاد أ هاد أ هادي كتسمى إتابلي أ لا ماتريس أ إتابلي مالا شو كتسمى؟ تابلي ماتريس ماتريس كاري صافي. الوغ اشنو كتسمى اون ماتريس كاري دوغدغ؟ شحال هو لوغدغ ديال المثال اللي خدينا؟ لوغدغ ديالها 3 في 3 3 في 3. دونك بلا ما كنكتب 3 في 3 كنكتب غير 3. اي اون ماتريس دوغدغ 3 بطبيعة الحال اي ا كوفيسيون دو ار ديما اي ا كويفيسيون دون ار. الوغ انت ملي كتقول لي شنو المقصود اون ماتريس كاري دوغدغ 3 انت ملي تسمع هاد لومو هذا اون ماتريس كاري دوغدغ 3 يعني هي واحد الماتريس اللي عندها 3 ديال لي لين و 3 ديال لي كولون تو سامبلومون يا كويفيسيون دون ار. مثلا الا قلنا اون ماتريس كاري دوغدغ 5 يعني هي واحد الماتريس اللي عندها 5 لين و 5 كولون. اون ماتريس كاري دوغدغ 9 هي واحد الماتريس عندها 9 لين و 9 كولون. فوالا دونك هاد الماتريس كاري ا ابارتيان ا كيل اونسومبل؟ طبيعة الحال المثال ديالنا دابا نهضر على المثال ديالنا ابارتيان ا لونسومبل دي ماتريس. شحال عندها ديال لي لين؟ 3 ديال لي لين 3 كولون يا كوفيسيون دون ار. هاد لا ماتريس كاري ا اللي هي دوغدغ 3 هي واحد لا ماتريس ابارتيان ا لونسومبل دي ماتريس كاري دي ماتريس دو شحال عندها ديال لين؟ دو 3 لين اي 3 كولون اي كوفيسيون دون ار. هاد الكتابه هادي كنكتبوها بطريقه اخرى كنحيد 3 3 كنكتب غير 3 وحده. انت مني كتشوف شنو المقصود ام 3 ار؟ ام 3 ار المقصود بها سي لونسومبل دي ماتريس كاري دوغدغ 3. شنو هي المقصود هادي؟ هادي هادي شنو المقصود بها؟ ندير لك فلاش. لونسومبل لونسومبل دي ماتريس ماتريس كاري لونسومبل دي ماتريس كاري دوغدغ 3 l'ensemble des matrices carrées d'autres 3 par exemple et a coefficient dans R.
مني كنقول دوغتر 3 يعني عندها ثلاثة ديال لي لين وثلاثة ديال لي كولون. لا كوفيسيون دون ار، لا كوفيسيون دون ار. نعطيك ان اوتر اكزومبل باش تفهم. نعطيك ماتريس وشوف انت شنو يعني فين اش من مجموعة كتنتمي. مثلا خديت واحد لا ماتريس نسميها بي، ياك مثلا عندي 5 موا 8 0 0، هنا عندي 4 1 مثلا 90 ديرو 90 موان 10 مثلا 0 0 0 0 ماشي مشكل، موان 5 موان 3 ان دومي مثلا 9. هاد الماتريس هادي مالا شحال عندها ديال لي لين؟ عندها 4 لين. شحال عندها ديال لي كولون؟ 4 كولون. دونك بما ان عندها 4 لين و 4 كولون الوغ سي اون ماتريس كاري. الوغ شو كنقولوا لبي est une matrice carrée d'ordre 4. Bien mettre pour d'ordre 4 fois 4. Pour le d'ordre 4. Est une matrice d'ordre 4. Je vais me dire d'ordre 4. Ça veut dire qu'il y a 4 lignes et 4 colonnes. Mais bien. Donc, B, c'est une matrice carrée. Alors, B appartient à qui est-ce que tu as mis? Tu as mis M, tu as dit R ou tu as dit R4. Ça veut dire B, la matrice B appartient à qui est-ce que tu as dit? C'est ce que tu as dit. Appartient à l'ensemble des matrices carrées. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 4 et à coefficient de 1. Nous avons dit que l'ensemble des matrices carrées. Nous avons dit que l'exemple est le cas. M, R, ou alors nous avons dit 5, 2. Ah, deux machines les matrices carrées. C'est l'ensemble des matrices. L'ensemble des matrices. Il y a de 5 lignes et de 2 colonnes et un coefficient de 1. De mesurer les matrices carrées. Il y a 5 lignes ou 2 colonnes. Voilà qu'il y a de MR, on a de 5. Je vais me concentrer. C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 5 et un coefficient de 1. Quand on a les matrices carrées d'ordre 5, ça veut dire qu'il y a 5 lignes et 5 colonnes. Maintenant, on va faire la matrice autre, qui est la matrice nulle. Je suis la matrice nulle. Il y a dit, maintenant, je vais. عندك واحد الماتريس نعطيك اكزومبل، عندها هنا 0 0 0 0 0 0 كلهم 0 لي كوفيسيون كلهم 0. الوغ ملي كيكونوا عندك لي كوفيسيون كلهم 0 هادي كتسمى شنو هي هادي؟ لا ماتريس نول دوغدر اياش بطبيعة الحال دوغدر شحال عندنا شحال عندنا ديال لي لين؟ 1 2 3 دوغدر 3 فوا شحال عندنا ديال لي كولون؟ 1 2 3 4 دوغدر 3 فوا 4. وغادي نرمزلها بحال هكا، كنرمزو لها اما بلو 0، كنكتبو تو سامبلومون 0، 0 شنو هي المقصود 0؟ سي لا ماتريس نول، ولا كنكتبوها بهاد لا ميثود 0، شحال عندها ديال لي لين؟ عندها 3، كتكتب تسمى 3، شحال عندها ديال لي كولون؟ 4. فهمتو هاد الكتابة شنو هي 0 3 4؟ شنو المقصود ب 0 3 4؟ سي لا ماتريس نول دوغدر 3 فوا 4، بطبيعة الحال يا كوفيسيون دون ار، بطبيعة الحال. شنو هما لي كوفيسيون ديالها؟ كلهم 0 0 0 0 0 0. نعطيك واحد ليكزومبل. مثلا بغيت انا لا ماتريس نول ودير لك هنايا مثلا 2 3 شنو المقصود بها؟ هي شحال عندها ديال لي لين؟ عندها 2 لين، هذيك عندها السطر الاول وعندها السطر الثاني. انا ندير لك لي لين عندها 2 ديال لي لين. شحال عندها ديال لي كولون؟ 3، 1 2 3، 2 ديال لي لين و 3 ديال لي كولون، ولكن كلهم لي كوفيسيون اللي كاين داخل شكون هما؟ 0 0 0 0 0 0. الوغ شنو هي هذه؟ La matrice nulle d'ordre 2 fois 3. Maintenant, il y a une autre matrice. Il y a une matrice. Maintenant, il y a 4, 5, 0, moins 2. Je crois que tu as une matrice. Quelle est la ligne? Il y a une seule ligne. Il y a une ligne. Ça fait rester une ligne. شحال عندها ديال لي كولون؟ لي كولون هما هادو 1 2 3 4، ولكن عندها اون سول لين. الوغ الماتريس اللي كتكون عندها ليني وحده كتسمى هاد لا ماتريس هادي كتسمى لا ماتريس ليني. الوغ شنو هي المقصود بلا ماتريس لين؟ سي لا ماتريس كي اون سول لين، يعني عندها ليني وحده. ها هي عندها سطر واحد ليني وحده. بطبيعه الحال هادو عندها 4 كولون. Donc la matrice A appartient à quel ensemble? Appartient à l'ensemble des matrices. Nous avons le coefficient de R.
شنو هي الاوردر ديالها؟ بحال دابا شنو الاوردر ديالها؟ شحال عندها ديال لين؟ عندها لين وحده، دونك غندير واحد صافي. شحال عندها ديال لي كولون؟ 4. دونك ا ديالنا هادي ابارتيان ا لونسومبل دي ماتريس كوفيسيون دو ار واحد 4، يعني عندها لين وحده وعندها 4 كولون. سيم شوز، ما تعيطش واحد لا ماتريس بي بي ودرناها بحال هكا، قلت لك هنا موان 2 7 0. هاد لا ماتريس هادي شحال فيها ديال لي لين؟ لي لين هيا 1 2 3. شحال فيها ديال لي كولون؟ فيها غير كولون وحده. الوغ الماتريس اللي كتكون فيها كولون وحده شنو كتسمى؟ لا ماتريس كولون. لا ماتريس كولون. الوغ كاينه لا ماتريس لين اللي كيكون فيها اون سول لين، وكاينه لا ماتريس كولون اللي كتكون فيها اون سول كولون. دونك لا ماتريس بي اللي هي لا ماتريس كولون ابارتيان ا كيل انسومبل؟ ابارتيان ا لونسومبل دي ماتريس تبع الحل ا كوفيسيون دو ار. شحال عندها مثلا ديال لي لين؟ 1 2 3 دونك 3. شحال عندها ديال لي كولون؟ عندها كولون واحد دونك 3 1. اذا دائما انت ملي تشوف ام بحال هكا ام 3 1 ار، فملي كتشوف واحد هنايا فكتعرف هذه لونسوم ديال لي ماتريس كولون. يعني انا شوف معايا مزيان، نعطيك بصفه عامه باش تفهمني. عندك ام فرق ما بين هاد جوج كتابات. الا كان عندك هنا ان واحد وكاين هادي ام ار، واحد هو اللي غيجي هنا وان هنا. شنو المقصود بهادي؟ سي لونسومبل دي ماتريس اللي عندهم ليني وحده وشحال ديال لي كولون؟ ان كولون. الوغ انت ملي تشوف رقم واحد هو الاول شنو المقصود بها؟ سي لونسومبل دي ماتريس لين. شنو هما لي ماتريس لين؟ هما لي ماتريس اللي عندهم اون سول لين، يعني عندهم لين وحده صافي. الوغ ام ار واحد ان اي لونسومبل دي ماتريس لين. الوغ ملي غنشوف ام ار ان واحد شنو المقصود بها؟ سي لونسومبل دي ماتريس اللي عندهم كولون وحده، عندهم ان لين ولكن عندهم غير كولون وحده. الوغ لي ماتريس اللي كتكون عندهم اون كولون وحده كيتسموا لي ماتريس كولون. الوغ هادي لونسومبل دي ماتريس كولون، وهادي شنو هي؟ سي لونسومبل دي ماتريس لين. الان شوفوا معايا واحد الماتريس هي ا، هاد الماتريس هادي بطبيعة الحال هاد لا ماتريس شحال عندها ديال لي لين؟ عندها 3 ديال لي لين وعندها 3 ديال لي كولون. الوغ بما ان عندها 3 ديال لي لين 3 ديال لي كولون، الوغ ا سي اون ماتريس كاري دوغدر 3. سي اون ماتريس كاري دوغدر 3 لحقاش عندها 3 ديال لي لين 3 ديال لي كولون. اون ماتريس كاري دوغدر 3 بطبيعة الحال هي كوفيسيون دون ار. مزيان، الوغ نسميو هاد لي كوفيسيون. سميت هاد الكوفيسيون الاول هذا وانا نسجلها فوق منو ا واحد واحد، هذا ا واحد جوج، هذا ا واحد ثلاثة، هذا ا دو ان، ا دو دو، ا دو تخوا، هذا ا تخوا ان، ا تخوا دو، ا تخوا تخوا. الان شوفوا لي داك لي تيرم ولا لي كوفيسيون لي كيساويو زيرو. عندي ربعة ديال لي كوفيسيون كيساويو زيرو، كاين هذا وهذا وهذا وهذا. هذا ما غاديش نخدم عليه، هاد ا جوج جوج ماشي مشكل، غنخدم غير على هادو. الكوفيسيون ا واحد جوج شحال كيساوي؟ زيرو. ايغال لو كوفيسيون اللي هو ا واحد 3 كيساوي حتى لو كوفيسيون ا 2 3 كلهم كيساويو زيرو. فشوفوا معايا مزيان، ففي هذا الماتريس هذا شنو كتلاحظوا هنايا؟ واحد صغر من جوج، وهنايا واحد صغر من 3، وهنا 2 صغر من 3. يعني بصفه عامه هاد واحد هادو اللي كاين هنا كيتسمى، هذا اللي كيكون في الاول كيتسمى اي، وهذا اللي كيكون الثاني جي، يعني اي صغر من جي. الوغ الا كانت اي صغار من جي امبليك بانه ا اي جي شحال كتساوي؟ زي زيرو. ياك ملي غادي يكون اي صغار من جي انت غادي تلقى باللي ا اي جي كتساوي زيرو. يعني الا كان اي اصغر قطعا من جي فان ا اي جي كتساوي زي زيرو. ففي الحاله هذه هاد لا ماتريس هادي بطبيعة الحال اون ماتريس كاري. كنهضر انا كنهضر فقط على لي ماتريس كاري، ما كنهضرش على لي ماتريس الاخرين. دونك الا كانت عندك ا اون ماتريس كاري وكتحقق هاد الالتزام هذا، شنو هاد الالتزام؟ يعني الا كان اي انفيرو ستريكتومون اج جي امبليك و اي جي ايكال زيرو، ففي هاد الحاله هادي هاد لا ماتريس كاري ا كتسمى اون ماتريس تريونغولار انفيريور. اون ماتريس تريونغولار انفيريور طبيعة الحال شحال هو لوردر ديالها؟ هو 3. الوغ بالنسبه لي انا ا مالا
اتون تشسمو هاد ا نسمو هندا نسموها ماتريس ديرا ماتريس تريانغولار ولا كتسمى تريغونال تريانغولار مالا انفيريور دونك على سميناها انفيريور شنو المعنى ديال ماتريس تريانغولار انفيريور دورت طبعا شحال هو لونغ ديالها ثلاثه الماتريس تريانغولار انفيريور اول حاجه خصك تعرفها باللي راها سي اون ماتريس كاري La matrice triangulaire inférieure est une matrice carrée. Halloula. Qu'est-ce qu'on a encore fait à chaque fois? Il est qu'un i inférieur strictement à j. Quand le câble est a et j, je vais le faire 0. Je vais le mettre là. 1, c'est un câble de 2. Je vais le faire 1, 2, 0. 1, c'est un câble de 3. Je vais le faire 1, 3, 0. 2, c'est un câble de 3. Je vais le faire 1, 3, 0. Ça fait? هادو هما ملي تلقى ملي تلقى هذا صغر هذا هادو متساويين واحد واحد جوج جوج ثلاثة ثلاثة ما كيهمونيش هنا جوج كبر من واحد ثلاثة كبر من جوج ثلاثة كبر من واحد أنا ما كيهمنيش أنا شنو اللي كيهمني كيهمني ملي كتكون إي صغار من جي فين هما دونك اللي مهتم بهم هما هادو هاد ثلاثة علاش لأن هنا إي صغار من جي هنا إي صغار من جي إي صغار من جي قطعا بطبيعة الحال ألوغ إذا كانت إي أنفيريو ستريكتومون أ جي أمبليكا أ جي أ إي جي إيكال زيرو دونك في هاد الحالة هادي هاد لا ماتريس سي أون ماتريس تريونغيلار أنفيريور Alors, on va voir la définition. Voilà, je vais vous dire. Soit A, une matrice carrée d'ordre n. Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire. A, c'est quoi que vous avez? L'ensemble des matrices carrées d'ordre n est un coefficient de R. Alors, A, on a une matrice carrée. Qu'est-ce que l'ordre de là? L'ordre de là, c'est n. Il y a une ligne et une colonne. Mais, alors, il faut que je vous dise que A est une... Je vais vous dire. Matrice, c'est matrice triangulaire, 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 ayesh, ou là, c'est une trigonale, 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 inférieur, inférieur. Ça va être hash, l'ordre de l'ordre de l'ordre de A est une matrice triangulaire inférieure, focache, si et seulement si. Si et seulement si. Je crois qu'on a. On a eu l'air qu'on a accepté chez Hajjana Khaliha Khaouya. Si I inférieur strictement à J, il est qu'un I asgar qat'a an min J implique. Je crois qu'on a A et J. A et J égale 0. Vas-y. Alors, je vais vous donner un blase à Khaouya, il y a un blase d'arrori. انت هاد اي واش عدد صحيح طبيعي واش عدد حقيقي شنو هو هاد هاد لانديس اي وهاد لانديس جي فين كينتمي هاد اي عدد صحيح طبيعي حتى جي عدد صحيح طبيعي اي شنو كيمثل لي لين شحال عندنا ديال لي لين عندنا ان لين يعني اي مناش كيتشونجا اي كيتشونجا من واحد حتى الان والجي مناش كيتشونجا اللي هو لي كولون شحال عندنا ديال لي كولون عندنا ان كولون اصلا لي لين ولي كولون كتقاد لان عندنا اون ماتريس كاري حتى هو من واحد الان الوغ اي كيتشونجا من واحد حتى الان وحتى جي كيتشونجا من واحد حتى الان دونك شنو غنكتب هنايا بور تو هكا كنكتب في الماط بور تو اي جي اونتر بارونتيز ابارتيان هاد اي فين كينتمي كينتمي هاد من واحد كيتشونجا حتى الان قلت لك نقاط شنو هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى الان وتا جي مناش كيتشونجا من واحد حتى الان وغندير لا كاري علاش درت لا كاري لان هذا كيتسمى في الماط ان كوبل لو كوبل اي جي صافي بحال دابا غير شوف الماط ملي كتكتب لي اكس ابارتيان ا ار كتكتب لي y appartient à R شوف دونك فهاد الحاله اللي كتبت لي لو كوبل x y هذا شنو كيعني لو كوبل x y appartient à R كاري شنو المعنى ديالها سا فو دير كو x appartient à R y appartient à R ميم شوز اي فين كينتمي كينتمي لهاد هاد المجال هذا من واحد حتى الان والجي حتى هو من واحد حتى الان ولكن انا كتبت لك لو كوبل دونك مادام درت لو كوبل خصني ندير هنا كاري دونك بور تو اي جي appartient من واحد حتى الان Si i inférieur strictement à j implique que ij égale z 0. Donc, il est quand cette matrice carrée que tu vérifies cette khassiyah, donc on peut dire matrice triangulaire inférieure d'ordre n ou bien trigonale. Rirsni anan akdlik ou kanaoud. Alors, la matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice carrée. Machin, tu prends les matrices d'ordre 3 à 4 ou d'ordre 5 à 4. Là, c'est une matrice. كاري يعني عندها لو ميم نومبر ديال لي لين ديال لي كولون كذلك عندي وحده اخرى عندي ا
est une, فوقاش كنقولوا A est une matrice. 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 Triangulaire. Triangulaire. Triangulaire ou la trigonale supérieure. Supérieure. Focache. Si seulement si. Si. Seulement si. Ah, dans le sens pour tout. Pour tout IG appartenant à tel N, on dirait le carré. Si I inférieur strictement, ou afouan I supérieur strictement à J, il est qu'un I akbar kata ami J implique que A et J égale 0. Hada wa l'fark binatim. Il est qu'un عندك I akbar kata ami J, ou l'kit n'ta billi A et J katsawi 0, fa la matrice diali katsma matrice triangulaire superbe. Superbe. Tabi haksa tkoun matrice ka carré. Ou il est qu'un عندك matrice carré, ou il est qu'un katshakaka tshart hada, il est qu'un I sgar mj, donc A et J égale à 0, donc katsma matrice triangulaire inférieur. Donc, on a aussi mis la matrice triangulaire supérieure. Tabi, on a fait une matrice K carré. Maintenant, on a fait une matrice qui est la B. Maintenant, la matrice qui est la matrice qui est la matrice qui est la matrice 0, 0, moins 1. Fa, chouf ma yemzi. Hadi koefisyon hada chnou wa? Maintenant, on a fait une matrice qui est la matrice B. B, 1, 1. Hada. B, 1, جوج. B, جوج, 1. B, جوج, جوج. أول حاجة خصك تعرف بأن B est une matrice carrée d'ordre 2. لأن عندها 2 lignes و 2 colonnes. مزيان. شنو كنلاحظوا؟ واش نشوفوها واش matrice triangulaire inférieur ولا supérieur؟ باش نعرفوا. غادي نقارن هادو متساويين. هادو 1, 1, جوج. يعني هذا I كيساوي J. 1 كتساوي 1, جوج كتساوي جوج. يعني I كتساوي J, I كتساوي J. ما عندي ما ندير بهم. أنا اللي كيهمني ملي كتكون اي صغار من جي ولا اي اكبر قطعه من جي خصني نلقى خصني الى لقيت الى لقيت هنا ا اي جي ايغال ا زيرو دونك كتسمى ماتريس تريونغير انفيريور ولا لقيت هادي ا اي جي ايغال ا زيرو الا كان اي كبر من جي دونك ماتريس تريونغير سوبيريور كاين هما دونك خصني نركز في هادو اللي مختلفين اللي كيكونوا هنا كيدير اي هو واحد جي هو جوج واحد صغار من جوج ولكن هذا ما كيساويش زيرو كيساوي جوج دونك ما عندي ما ندير الرقم هذا هذا اللي عنده زيرو كي داير هذا اي اللي هو جوج جوج كبر من واحد جوج كبر من واحد يعني اي كبر من جي شنو لقينا لقينا بانه بي جوج واحد شحال كتساوي زي زيرو دونك هذه شنو كتسمى ماتريس تريونغولار سوبيريور ماتريس تريونغولار سوبيريور صافي كنظن نتمنى تكون واضحه يعني شنو قصدت بهاد لي دو تيب ديال لي ماتريس اللي خصكم تفهموا اول حاجه بانه سواء la matrice triangulaire inférieure ou bien supérieure, c'est une matrice carrée. Raha wahed la matrice carrée d'ordre n, yani anda n ligne, n colonne. Fokash kaskoun had la matrice carrée triangulaire inférieure. Il est kan andek i sghar qat'a min j implique que aij égale à 0. Ou kaskoun matrice triangulaire supérieure, il est kan i supérieur strictement à j implique que aij égale à 0. Une petite remarque, andi ce qu'on appelle wahed deux ensembles, kan ramzoulom bhal haka. ملي تلقيت معاهم شي مره تي ان اس ار كاينه تي ان اي ار شنو المقصود تي ان اس ار و تي ان اي ار اول حاجه هاد اش جاي يعني سوبيريور و اي جايه انفيريور تي ان اس ار سي لونسومبل دي ماتريس تريونغولار سوبيريور دورت ان يا كوفيسيون دو ار TNIR, c'est l'ensemble des matrices triangulaires inférieures d'ordre n, la coefficient de R. Donc, là, je lis. Je me souviens de dire l'ensemble d'ILH. L'ensemble des matrices qui dérine triangulaires, triangulaires, inférieur d'ordre شنو هو الاوردر ديالها دوردر ان يعني عندها ان لين و ان كولون حقاش قلنا لا ماتريس تريونغولير سي تون ماتريس كاري دوردر ان اي ا كويفيسيون دون ار كويفيسيون دون ار شنو هي تي ان اس ار
l'ensemble des matrices H triangulaires supérieures, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures d'ordre n et à coefficient dans R. Coefficient dans R. الآن غادي نحاولوا نتعرفوا اشنو هي الماتريس دياغونال. دونك قبل ما نديروا لا ديفينيسيون اللي راه مكتوبه غادي نعطيو ان نيكزومب باش نفهموا. غادي ناخذ واحد الماتريس كاري ا مثلا لوردر ديالها هو 3 اون ماتريس كاري دوردر 3 مثلا نكتب هنا عندك 4 مثلا هنا 0 0 هنا 0 هنا موان 2 هنا 0 باغ اكزومب هنا 0 0 0 صافي طبيعه الحال هذا راه هو لو كوفيسيون ا 1 1 هذا هو ا 1 جوج هذا ا 1 3 ا 2 1 ا 2 2 ا 2 3 ا 3 1 ا 3 2 ا 3 3 شوفوا معايا مزيان دابا غادي تتبعوا لي لي كوفيسيون اللي عندهم نفس اي و جي شكون هما اللي عندهم نفس اي و جي مثلا هذا ا 1 1 اللي هو 4 شكون هما اخر اللي عندهم نفس اي و جي كاين ا 2 2 اللي هي موان 2 كاين ا 3 3 اللي هي 0 دونك هذا الخط هذا اللي كيجمع اياش كيجمع لي كوفيسيون اللي عندهم نفس اي و جي هذا الخط هذا كيتسمى لا دياغونال la diagonale principale ou bien la diagonale de la matrice A la diagonale qui tma la diagonale ou hado li jayin fi la diagonale شكون هما اللي جايين في la diagonale كاين 4 كاين موان 2 و كاين 0 qui tmaou les termes diagonaux donc انت ملي تسمع هاد لو مو هذا شكون هما لي تيرم دياغونو هما 4 موان 2 0 هما اللي جايين في la diagonale دونك ممكن نكتب بحال هكا diagonale ديال A الى قالوا لك اشنو هو لا دياغونال ديال ا لا دياغونال ديال ا سي لونسومبل المجموعه ديالاش ديال لي تيرم دياغونو دياغونال ديال ا سي لونسومبل ديال لي تيرم دياغونو شكون هما لي تيرم دياغونو بالنسبه لي انا سي 4 موان 2 0 فوالا دياغونال ديال ا مزيان دونك اتمنى تكون هذه واضحه الملاحظه ديالكم هنايا فاذا لاحظتوا معايا مزيان فبالنسبه لهذا الماتريس هذا بالنسبه غير لا دياغونال هذا هو لا دياغونال جميع لي زاليمون او لي كوفيسيون اللي ما جايينش في لا دياغونال هما هادو كلهم شحال كيساوي زيرو دونك انت ملي تكون عندك اون ماتريس كاري و لي تيرم ولا لي كوفيسيون اللي ما جايينش في لا دياغونال اللي ما جايينش في لا دياغونال كلهم كيساوي زيرو دونك كتسمى هاد لا ماتريس سي اون ماتريس دياغونال سي اون ماتريس دياغونال نعطيك ان اوتر اكزومبل باش نفهموا لا ماتريس دياغونال غادي ناخذ واحد الماتريس بار اكزومبل بي لا ماتريس بي مثلا نديرو حنايا لوردر ديالها 4 يعني عندها 4 ديال لين و 4 ديال لي كولون مثلا نديرو هنا موان ز 0 0 0 هنا بار اكزومبل 0 0 0 0 صافي نزيدو 0 مثلا 0 مثلا نديرو 2 0 نديرو هنا 1 0 0 0 فين هو لا دياغونال لا دياغونال هو اللي كيتكون من لي كوفيسيون اللي عندهم نفس اي و جي فين هما لي كوفيسيون اللي عندهم نفس اي و جي كاين ا 1 1 فين جا ا 1 1 هو ا 1 1 كاين ا 2 2 فين هي ا 2 2 هي هذه كاين ا 3 3 يعني الثوازيام لين و الثوازيام كولون هذه هي ا 3 3 وكاين ا 4 4 هي هذه ا 4 4 دونك هذا هو لا دياغونال دونك لا دياغونال ديال بي منش كيتكون دياغونال ديال لا ماتريس شنو فيه شنو هما لي تيرم ديالو موان ز 0 2 1 هذا هو لا دياغونال ديال بي الى لاحظتوا جميع لي كوفيسيون من اللي ما كاينينش في لا دياغونال هما هادو كلهم كيساويو اياش زيرو ما تبقى ها انت هذا هو لا دياغونال وما تبقى كلهم كيساويو زي زيرو دونك هذه بي اي اون ماتريس دياغونال دوردر 4 اذا فوالا لا ديفينيسيون الوغ شو كتكون لا ديفينيسيون Une matrice carrée. Lorsque qu'on a la matrice diagonale, c'est une matrice carrée. Une matrice carrée A, c'est une bitana A, il y a A et J, avec I et J sont compris entre A et N. Yani I, m'hsoram bin wahdou N, j'hsoram bin wahdou N. Appartient
l'ensemble des matrices carrées. La question est que M n, il y a les matrices carrées. L'ensemble des matrices carrées d'ordre n et à coefficient d'ordre r. Il dit diagonale. Faut que je calcule la diagonale. Si seulement si il est qu'un indic i différent de g, mais les calculs i différent de g, alors a et j, mais j'ai la diagonale. La question est que les j'ai la diagonale. هما اللي عندهم اي و جي متساويين مادام اي كيخالف جي دونك ا اي جي ما كاينش في لا دياغونال جاي دوغ لا دياغونال جاي خارج لا دياغونال وجميع لي تيرم اللي جايين خارج لا دياغونال كلهم نول الوغ فوقاش كنقولوا ليها دياغونال الا كان اي ديفيرون دو جي ملي كنقول اي ديفيرون دو جي الوغ ا اي جي اللي ما جايش في لا دياغونال ايكال ا صفر هذه هي لا ماتريس دياغونال الوغ نعاود لا ماتريس دياغونال سي اون ماتريس كاري مزيان بحيث الا كان اي ديفيرون دو جي الوغ ا اي جي ايغال ا زيرو طبيعه الحال بور تو اي اي جي ابارتونون ان جوسكا ان يعني اي تنتمي لهذا المجال اللي هو من واحد حتى الان وكذلك جي من واحد حتى الان هذه هي لا ماتريس دياغونال جميع لي زاليمون اللي ما جايينش في لا دياغونال شكون هما لي زاليمون اللي ما جايينش في لا دياغونال هما اللي كتكون عندهم اي كتخالف جي اي كتخالف جي كلهم كيساويو زيرو بطبيعه الحال لا دياغونال غتقولوا لي ولكن كاين جي واحد الزيرو في لا دياغونال ما يهمنيش هادو اللي كاينين في لا دياغونال واخا يكونوا فيهم لي زيرو ما يهمكش حتى شنو كيهمك لي زاليمون كاملين اللي جايين خارج لا دياغونال خصهم يكونوا زيرو الا كانوا هادوك زيرو ولا ماتريس كاري سي دونك ماتريس دياغونال ناخذ مثال اخر مثلا الا قالوا لي كاينه واحد لا ماتريس ا اللي هي هادي هكا اشوف معايا مزيان دياغونال مثلا 1 5 موا 8 هادي A سي اون ماتريس دياغونال راه كتبتها هكا شنو المعنى ديالها A ايت اون ماتريس دياغونال ولا دياغونال ديالها لا دياغونال ديالها شنو جاي فيه لي تيرم اللي كاينين فيه كاين فيه الواحد والخمسة وناقص 2 اول حاجة شحال عندي هنا ديال لي زاليم واحد جوج ثلاثة يعني A سي اون ماتريس كي دايرة دوردر اياش دوردر 3 لحقاش لا ماتريس دياغونال ايت اون ماتريس كاري شحال عندك ديال لي زاليم ثلاثة دونك A ايت اون ماتريس كاري دوردر 3 يعني عندها ثلاثة ديال ليين وثلاثة ديال لي كولون بحال هكا ثلاثة ديال ليين وعندها ثلاثة ديال لي كولون دابا غنعمرو هاد لي بوان شنو عندها في لا دياغونال لا دياغونال ديالها فيه الواحد والخمسة وناقص 8 شكون هو لا دياغونال هذا 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 هنا الواحد انا مسح هادشي هنا دونك كاينة جات الواحد السطر الثاني غتجي هنا الخمسة وهنا غتجي ناقص 8 هذا هو لا دياغونال مزيان لي تيرم اللي بقاو كلهم زيرو هنا زيرو وهنا زيرو هنا زيرو هنا زيرو 0 0 فوالا لا دياغونال لا دياغونال شكون هو هذا ا 1 1 ا 2 2 ا 3 3 الان غنعطيكم مثال ديال واحد الماتريس اخرى مثلا ا ولكن شوفوا معايا مزيان عندي هنا 1 0 0 هنا 0 1 0 0 0 1 هذه اول حاجه سي اون ماتريس كاري ياك كاري شحال هو لوردر ديالها لوردر ديالها هو 3 3 3 ديال اليمين 3 ديال اليمين مزيان فين هو لا دياغونال هذا هو لا دياغونال مزيان شنو كنلاحظوا جميع لي زاليمون اللي ما جايينش في لا دياغونال كلهم 0 0 0 0 0 الوغ بويسكو ا ايت اون ماتريس كاري وجميع لي زاليمون اللي جايين خارج لا دياغونال كلهم 0 الوغ لا ماتريس ا سي اون ماتريس دياغونال ولكن شنو كنلاحظوا كنلاحظوا بان لي تيرم دياغونو هادو هما لي تيرم دياغونو كلهم كيساوي واحد 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 الوغ ملي تكون عندك اون ماتريس دياغونال ياك والدياغونال ديالها كله شنو فيه فيه غير الوحدات واحد 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 ففي هذه الحاله هذه هاد لا ماتريس ا كتسمى لا ماتريس ايدونتيتي شنو كتسمى هذه ماتريس ايدونتيتي دوردر اياش شحال هو الاوردر ديالها 3 وكنرمزو لها بحال هكا لا ماتريس اذا كنديرو لها اي كنديرو تسمنا 3 شنو المعنى ديال اي 3 لا ماتريس ايدونتيتي دوردر 3 ولا ماتريس ايدونتيتي دوردر 3 سي اون ماتريس كاري بطبيعه الحال و سي اون ماتريس دياغونال الوغ ليدونتيتي دوردر 3 اي اون ماتريس دياغونال ولا دياغونال ديالها كل شنو فيه فيه لو 1 مثلا قلت لك عطيني اي 4 شنو هي اي 4 لا ماتريس ايدونتيتي دوردر 4 اي 4 اول حاجه ملي كتسمع 4 اول حاجه اي 4 سي اون ماتريس كاري شحال عندها ديال ليلين شحال عندها ديال الكولون عندها 4 4 ديال ليلين و4 ديال الكولون هايا 2 3 4
هذا اللين الاولى، اللين الثانيه، 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 عندها ثلاثه ديال اربعه ديال اللين واربعه ديال لي كولون. كي دايره شنو هي ليدونتيتي؟ ليدونتيتي دوغدر 4 عندها لا دياغونال كل فيه واحد واحد واحد، ها هو واحد سطرت هنا واحد واحد واحد، هذا هو لا دياغونال. ما تبقى كل شيء 0 0 0، فوالا ليدونتيتي دوغدر 4. اذا نتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو ابروبو لي نوسيون ديال لي ماتريس. اذا نتلاقاو في لا سويت في الفيديو الجاي ان شاء الله.